بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر لهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجة في الجنة والنجاة من النار. اللهم سدد عند المسألة منطقهم يا رب العالمين. اللهم شفعنا فيهم يا رب العالمين. اللهم شفعنا فيهم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الطيب الطاهر سيد اولي الالباب وجامع المحامي على اله وصحبه حق غدر مقداره العظيم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر سيد أولي الألباب وجامع المحامد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر. حركة وكان الناس ما في ناس فزع قريب والصباح بدري يوم الخميس خميس الناس اتجمعت مجموعة من الناس وفزعت فزعت لما مشت بهناك. أنا كنت باتصال معهم وباتصال مع أخواننا في لجنة الأمن مع أخونا نائب الوالي ومع أخونا بتاع القطاع وأخونا مدير الشرطة. وبعد ذلك أنا تكلمت مع الناس إنه الناس ما يمشوا قدام ويحصلوا المشتركة لأنه في قوة ماشي المشتركة قوة بتاعت مشتركة وفي قوة مشتركة من الأجهزة السودانية عشان تمشي هناك ويمشوا يقابلوا بتاع المشترك ويتكلموا معاه ويوضحوا ليه ويوروهم الاثر بتاعت البهايم دي متجهه وين وبعد ذاك هم يرجعوا. وفعلا حقيقه بعد ما مشوا اتحركوا الجماعه ديل ووصلوا اخونا قائد المشترك الموجود في المحطه بتاعت برسليمه ووروا الحاصل وطوالي من نفس المكان ذاك وجههم قال لهم تخلوا المحل ديت وترجعوا محل الحادث. نحن منتظرين القوة المشتركة التشادية تجي، أول ما تجي نحن بنتحرك بنجيكم هناك ونحن نجيكم نحن بعد وبعد ذاك نمشي لمحل الأثر ونحن مع التشادين بنعرف كيف نرد المظالم لأحد. وحقيقة الناس رجعوا من محلهم ذاك مشوا لناسهم محل مرتكزين عشان يتحركوا مشونا. أول ما جو بعده يعني جهزوا زميلهم وهم مارقين قبل ما يتحركوا ديل هجمون في محلهم. المسافه دي تجي من المنطقه من النقطه بتاعت المشتركه من قرب قريب ما بعيد يعني مسافه بس فوق في الجبل وجيت تحت في الوادي تجي زي 3 كيلو حاجه كده. نحن من هناك اتحركنا هنا طوالي مع القوة هنا الماشي القوة المشتركه بتاعت الاجهزه الامنيه اتحركنا معاهم ومشينا وقفنا في المنطقه صلينا الظهر جينا ذات الظهر صلينا وتاخر صلينا العصر معاهم وقال لنا احنا الناس دي جونا بتاعت المشتركه وانا وعدتوا محل الحادث اول. رجعنا نحن وهم لمحل الحادث الاول عشان نلقوا ناسنا اللي قاعدين هناك. اول ما مشينا هناك سمعنا الذخيره بتبكي في الحجر فوق. طوالي من هناك نحن جرينا محل الحادث. صحيح المحل وعر والعربات ما بتمشي فوقه الا زول برجل، الناس الشباب كلهم مشوا برجلهم. لكن نحن تحركنا بعرباتنا ومشينا، نحن جاوزنا بعربية مشينا ورفعنا الجرحى وجبناهم للناس دي قلنا لهم انتوا اخلوا لنا الجرحى دي ودوهم، قيمنا عربيتين شالت الجرحى وجات هنا. وبعد ذاك تحركنا القوة بتاعت صنيعة برضو وصلت كلنا معاهم جميعا تحركنا ومشينا محل الحدث. الناس حضرتها في رسلوا لنا الناس قالوا لنا نحن الناس دي كلهم ماتوا وجمعناهم في حتة واحدة خطيناهم فيه وتعالوا مشينا خلاص وصلونا محلنا بقيت ليل ونحن خبر الأولاد قدموا لنا وصلونا محل الحدث ومشينا لقينا الناس ال 15 الشهداء 15 دي كلهم خاطينهم في حتة واحدة وفي جرحى معاهم رفعناهم في العربات حوالي الساعة 1 بالليل والساعة 2 نحن جينا بالسليم وبعد ذاك نحن تحركنا جينا. ده يعني وضوح برنامج الحادث اللي حصل. الحادث ده الناس معروفين تشادين ما هم سودانيين خلاص تشادين من منطقة تشادين والناس دي نحن تأذينا منهم. في 2003 شهر 10 يوم 4 هجمونا في منطقة كراكن حادث أليم ومعروف لدى الجميع كلهم عارفين. هجمونا مع الصباح يعني قتلوا لنا 7 وجارحين 17 وساقوا لنا 3000 راس من الإبل من المنطقة دي برضو ناس معروفين من المنطقة تضررنا منها. ويوميا الحوادث دي قاعدة تتكرر في المنطقة. نحن نتمنى منكم أخواننا أو بترجي أخواننا في الأجهزة الأمنية وأخونا النائب انه الموضوع ده يحسم بتاع الحدود نحن اضطررنا وهل نكمله الان. انا اسرتي فقدت 150 زول في المنطقه دي. منذ الاحداث حصلت من 2003 فقدت 150 زول في المنطقه دي. دي كل احداث نحن اضطررنا منها في المنطقه دي والملف ده نحن دايرين نتحاسب به. طيب وبقول للاهل اهلنا برضه خلاص الحدث ربنا جعل بيجي
الناس ترجعوا لصوت الله يقولوا نحن حقنا بندور حقنا ما بنكلم بالقانون حقنا بناخذه من الناس ما بنخلي حقنا ابدا للناس دي حقنا اذا في حق بيشيلوا اذا ما في حق بعدك نعرف انه ما في حق بارك الله فيكم وجزاكم الله خير بختصر في هذا المقام واسال الله ربنا سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع بارك خليل تعال تعال يا ابو طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الأهل الكرام جميعا الدوام لله ربنا يتقبل الشهداء ويغفر لهم ويرحمه وفي نفس الوقت نشكر دور الحكومة سيد نائب المجلس القيادي والسادة حكومة ولاية غرب دارفور لوقوفهم معانا من الصباح لحد نهاية مراسم الدفن نقول لهم جزاكم الله خير وكثر خيركم بارك الله فيكم أخونا العمدة وضح توضيح في مسألة الحادث والحوادث متكررة في السنة تتكرر أكثر من 10 مرات على طول الحدود من محلية بيضاء لحد الطينة وكل ذي داخل الأراضي السودانية وكل ما الناس يتحركوا يحاولوا يأخذوا أثر المال المنهوب بيقابلوا ضربات نفس الضربات اللي الساعة حصلت فيها 15 وفيها 20 كمائن مرصدة مدبرة ومبطنة بواسطة دولة من داخل وإن قلنا ما في قصر يا أخواننا في قصر في الحكومة الجيش متوفر والقوات بأجهزتها المختلفة متوفرة ولكن حدودنا يا أخواننا مباحة وأن إحنا في الحاجة اللي بنعرفها كمواطنين وإدارة أهلية وأهل حماية المواطن داخل الحدود مسؤولية الدولة المتكاملة ما مسؤولة منها جهة معينة يمكن ما في الآن مواطن سوداني بدخل الأراضي السودانية متر الأراضي التشادية متر أو كيلومتر وإلا يقتل وما في مفاوضة في ذلك الأمر بالنسبة لنا نحن محسون بالقتل أما المواطن التشادي بيفزع بيعقد في حدود 15 كيلو و 20 كيلو و 30 كيلو وبرجع سليم ما حصل قتله ودي بنعتبرها فراغ من حكومتنا إذا كان بالولاية أو بالمركز والمشتركة اللي بتتكلموا عنها المشتركة أخوانا أصبحت محطات بدون قوة الناس ذي الفاقد الشيء لا يعطيه نوريكم الصراحة ممثلة في ضباط وغايد يؤدوا واجباتهم العسكرية لكن ما عندهم قدرات في تنفيذ الجيش حقهم ما قادرين إنما هي قوة تنسيقية توصل أي مواطن مظلوم محل قضيته زي القوة بتاعت القنصلية لكن حماية الحدود والخروجات هي على الدولة نحن نشكركم على مستوى الحكومة المركز والولاية وها هي حالنا الآن انتوا واقفين أمامها هم شهداء أمامكم نحن نحملكم كامل الملف ده بطياته مسؤولية الملف ده بطياته الآن والمستقبل على مسؤوليتكم كيف تحمل المواطن ده دي حاجة راجعة عليكم نحن كمواطنين ومضررين شرائح مضررة بندي الفرصة نديكم الفرصة تاخذوا زمانكم فيها ونحرص النتائج إذا في نتائج حمتنا وحمت بلدنا وحمت أهلنا مرحب وإذا ما في نتائج حمتنا وحمت أهلنا بلدنا كما نفعلنا لنا رأي واضح والعارف عز مستريح سلام عليكم القديمة وين ما في نتائج الآن أقدم لكم ممثل الشباب بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الميامين
بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية غربي دارفور بتاريخ 5/8/2022 القبائل العربية. السيد نائب رئيس مجلس السيادة سعادة الفريق أول محمد حمدان دبلو بواسطة والي ولاية غربي دارفور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم لسيادتكم بالاعتداء القاشم الذي تم داخل الحدود السودانية من قبل دولة تشاد المتكرر، التي راح ضحيتها 17 شهيدا من أسرة واحدة و15 جريحا منهم حالات حرجة. سيادة النائب، نحن القبائل العربية نستنكر وندين هذا الاعتداء لبوادينا وأموالنا وأهلنا. قوات نظامية تشادية السودانية المتمثلة في القوات المشتركة عليه نطالب بالآتي: واحد، نرفض رفضا تام وجود القوات المشتركة ونطالب بإلقائها. نرفض ربطا تاما ملاحقة بوادينا بالحدود التشادية السودانية الممتدة من قبل القوات السودانية التي يتمثل في جمع أسلحتهم ووسائلهم التي تضمن سلامتهم. ثلاثة، نطالب الحكومة السودانية بإنشاء ارتكازات على الشريط الحدودي الممتد من الطينة حتى فرفرنة. أربعة، اتخاذ إجراءات حاسمة ومعلومة لدينا بعدم إهدار دم الشهداء. خمسة، استرداد الأموال المنهوبة من قبل القوات التشادية فورا خلال 72 ساعة من الآن. ستة، ملاحقة وقبض الجناة الذين ارتكبوا هذه المجزرة الشنيعة في حق أهالينا. سبعة، نطالب بإغلاق الحدود على قرار قضية الفشقة السودانية. نعلم تماما إننا في ولاية حدودية وتحدنا الدول غير منتظمة سياسيا أو غير مستقرة أمنيا، لذلك نحن في كلينا كما نطالب بتمثيلنا كما تمثل الحدود الأثيوبية. ثمانية، نطالب الحكومة بأن تتكفل بعلاج وترحيل الجرحى والمصابين إلى الخرطوم والخارج للعلاج. القبائل العربية، ولاية غرب دارفور، والله المستعان. مسعود محمد يوسف، ممثل الشباب. طيب، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد الله وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية نترحم على أرواح الشهداء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم جميعا وعاجل الشفاء للجرحى، وأيضا شاكرين ومقدرين لكل مواطني ولاية غرب دارفور وبالتحديد مدينة الجنينة يعني على هذه الوقفة باتجاه مواساة أسر الشهداء. نسأل الله أن يتقبل منكم هذه الوقفة. إحنا وصلتنا مذكرتكم وإن شاء الله هندرس المذكرة دي، واجبنا ومسؤوليتنا كحكومة ولاية باتجاه المذكرة دي إن شاء الله بنقوم بيه كامل في إطار توفير الأمن والاستقرار لمواطنينا في ولاية غربي دارفور، خاصة فيما يتعلق بتأمين الحدود. إحنا برضو المشكلة دي من حصلت لحد اللحظة دي متابعينا وعملنا تدخلات كبيرة جدا لاحتواء والسيطرة عليها، والآن إحنا بصدد الصباح عقدنا اجتماع كلجنة أمن وناقشنا يعني كثير من القضايا الخاصة بالمشكلة دي واتخذنا بعض القرارات، والآن بصدد اجتماع تغييبي اتجاه يعني الحدث الأخير ده، وبرضه هنتخذ
في بعض القرارات. احنا بالنسبه لنا القضيه بقت معلومه، والاخطاء بالنسبه لنا بقت معلومه، والتجاوزات بالنسبه لنا بقت معلومه، وفق التقارير بتاع مؤسساتنا الرسميه المعنيه بتوفير المعلومه. فان شاء الله هتسمعوا خير اتجاه اننا احنا نتخذ قرارات على مستوانا كحكومه ولايه تساهم في كفل الحدود، يعني تامين الحدود وتوفير الامن لمواطنينا ولايه غرب دارفور، وخاصه الان احنا معانا الاخ النايب ووفد من قيادات القوات النظاميه، وهم برضو من اول امس يعني متابعين معانا متابعه دقيقه يعني عن الحادث ده لحد اللحظه التي احنا واقفين معاكم فيها. فان شاء الله كل مطالبكم دي احنا ندرسها، وان شاء الله هتسمعوا خير فيها. احنا شاكرين ومقدرين لكم، ووصيتنا لكم الناس يصبروا، والناس يعني يتعاملوا مع القضيه دي يعني بحكمه، ويدوا فرصه للقانون والسلطات حتى يعني نصل لنتيجه تكون مرضيه وتسترد حقوقكم ان شاء الله. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الأهل الكرام جميعا، أول حاجة إحنا نعزيكم في هذا الفج الجلل، لهم الرحمة والمغفرة، وادخلهم فزيع جناتي، وجعلهم بزمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحضورك رفيقا. وإن شاء الله ربي يثبتهم عند السؤال: الله ربي والإسلام ديني محمد صلى الله عليه وسلم نبي. الله ربي والإسلام ديني محمد صلى الله عليه وسلم نبي. الله يثبتهم عند السؤال. طيب نحن أخواننا، القضية دي ما قضية عرب، القضية دي قضية سودانية. أنا بختلف مع الأخ اللي اتكلم الشاب، ونحن قبل ما يبدأ قلت لي يا أخي ما تدخل لنا حاجة سياسية. نحن عندنا قضية واضحة، قضية انتهاك واضح لانتهاكة السودان لحدود السودان، انتهاك واضح ما فوقه وما، ودي ما أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة. طيب نحن دي قضية كل السودانيين. قبل ما نمشي كثير يا أخواننا، أنا والله جوني أهل الطينة شاكين من 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 الناس دي، ناس الطينة. أنا جوني شاكين، ناس جرجيرة جوني شاكين، ناس بوجلات جوني شاكين، الناس دي كلهم القبائل حقت الطينة وانبر والمناطق حول الطينة. الناس دي شاكين من 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 الملة دي. الملة دي يا اخواننا نحن الان قبل 9 شهور نحن دفعنا ثمن غالي جدا. ارواح و 360 رقم دي اللي عند الان ما جات راجعة. سكتنا ليه؟ ما دايرين مشاكل. منتظرين عند الليلة في رجال التزموا وبتعتبر عندهم كلمة يجيبوا البلدان راجعات، ولعند الآن ونسى عنهم ما في. ده كلام ده كوم. التجاوزات اللي اتكلمت عنها هذه كثيرة جدا. طيب نرجع لموضوع الحادث. أنا الحادث ده أول ما حصل أنا طوالي حاولت، كلمت مع ناس لجنة الأمن نائب الوالي وقاموا بدورهم كامل، وطوالي بدينا أنا اللولة قلت له نادي الميلزون ما يفزعوا نهائيا، دي مسؤوليتنا نحن، ما مسؤوليتهم هم. احنا قاعدين هنا عشان نحمي المواطن، ما جينا لجهة معينة ولا لقبيلة معينة ولا لفصيلة معينة، احنا جينا نحمي ولاية غرب دارفور. ونحن الآن مش ولاية غرب دارفور، امتدينا زي ما قلنا لولاية شمال دارفور. الآن الجاب الخلل ده قائد القوة أول أمس يوم ساقوا لبلدي هو مجتمع في المناطق حق جبل مون، عاملين مؤتمر للتعايش للقبائل كويس عشان الناس يقدروا كيف يتجاوزوا الفوضى دي. طبعا دي فوضى. نحن أول حاجة أنا داري أمن على حاجة،
كلام كل قلته فوق 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 المحل الجنازات في 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 الغسيل في الغسيل هناك 90% كله حقائق. كل انتم محقين فيه الكلام اللي قلته كله انتم محقين فيه نمره واحد. ده يثبتها ده يثبتها كلام ال 90% ده كله حقائق. في حاجات بدخلها السياسيين ما عندنا معها علاقه. طيب موضوع الحادث ده انا قبل ما اتحرك انا اول امبارح ما نمت. انا الساعه 4 من المساء انا بضرب لغايه القوه ده وتليفونه هو كان وحلان وتليفوناته مقابله ما خشت معي. انا الساعه 4 انا قاعد في برا انا بفتش في يا زول اتشوفوا لي الزول ده. حاولنا التليفونات كلها قيمنا مسعبوده قيمنا الناس دي كلهم بتلو... يا جماعه لمونا في ناس صليعه لمونا في اقرب قوه اللي بيرسليبه لمونا في اقرب قوه لغايه ما الصباح ما لقينا طريقه. بعد الصباح لمينا فيه حر القوه اللي بيقول وصلت بعد المغرب. طبعا يا جماعه انتوا عارفين البلد دي مليانه وديان كلها وديان الان العربات ما بتتحرك كويس. ده واحد. انا قبل ما اتحرك للمطار انا وصلتني العمد تعين الناس الساقوا اللي بلدين اسماء العمد الاثنين الناس الساقوا اللي بلد ده نائب الوالي. خلاص يا سيد الوالي ما في ذول يفزع خليكم موجودين. مسؤوليه مسؤوليه المشتركه ما مسؤوليه جهه ثانيه. مسؤولية دي مسؤولية المشتركة. طيب يا أهلنا عشان نكون معكم واضحين أن إحنا هنا قاعدين نحمي دولتنا. أن إحنا الآن عندنا اجتماع مشترك بين الآن طلبنا من الرئيس اجتماع عاجل للأمن والدفاع بالخرطوم الآن الساعة 4 اليوم. الاجتماع ده أن إحنا لأن في قرارات ما نقدر نتخذها ولائيا. صحيح أنا واحد من السيادي ما بقدر وعضو في لجنة في الأمن والدفاع ما بقدر أتخذ ذي قرارات مصيرية. أن إحنا اليوم لازم نتخذ قرارات مصيرية بالنسبة لحدودنا. اثنين المسؤولية مسؤولية المشتركة. الناس الكتر الناس دي والناس الساقوا الإبل دي مسؤولية المشتركة. عشان تكون عارفين الكلام ده دي مسؤولية المشتركة. أما موضوع الحدود إن شاء الله بإذن الله لو في ذلك بموت يموت عسكري تاني مواطن تاني ما حيموت. من الليلة دي الله أكبر. من الليلة دي لو في ذلك بموت يموت عسكري لأن العسكري يفسر كاجد عشان يموت ذاته كويس. الحدود دي هنحسم أمرها تماما. الفوضى دي هنحسم أمرها تماما. وقع لكم الكلام ده زي ما نحن حسمنا الوضع ده بجدية في كل معاكم انتو هنحسم أي زول مهما كانت قيمته مهما كانت قيمته هنحسمه معاه. فنحن نترحم على ارواح الشهداء. عندنا اجتماع بالنسبه للجرحى طلبنا طياره من قبل كلمنا اخونا خالد عبدي في القوات المسلحه يجيبوا طياره ترفع الجرحى. وانتوا عندكم حق والقضيه دي قضيه بتاع السودانيين. انتم سودانيين لكم الحق ودي بلدكم وما في ذول يعتدي عليه شبر. فنحن مع الـ ربنا يجبر كسركم ونحن معاكم. ونحن ذاتنا يا اخواننا برضه انا العمده ده كلمته قلت له احنا الكلام اللي قلته ده تقول لنا بالحرب وإننا هنمشي نرسم الحادث عشان برضو الكلام اللي اتقال ده احنا يا جماعه لا دارين نزيد لا دارين ننقص لا دارين نزيد لا دارين ننقص احنا دارين صدق وامانه واخلاص. وقال الكلام ده احنا ما دارين كلام كثير احنا دارين واحد زائد واحد يساوي اثنين. احنا ان شاء الله برضو الحادث ده هنرسمه ونمشي نلحق المساكين ديل الماتوا ديل الناس اللي خلاص يعني بيت او قبيله كامله بقت ما في احنا هنصلهم ونصل اولادهم ونجيب عليهم ونشيبهم وبرضه نرسم محل الحادث ده. نعرف الحادث ده ذاته في الحدود السودانيه وحدود التشادير وفي الحدود السودانيه. احنا اول حاجه نقول لكم ربنا يجبر كسركم ربنا يجبر كسركم واصبروا 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 خلونا نحن الكلام اللي قاله حافظ ده عنا معاه. خلوا الدوله في حال الدوله تفشل بحتاك يا جماعه ذول الفرس بين الشيء الفرس بين خلاص مش كده. خلونا بس ما دايرين هسه في تجمعات ما دايرين اي تجمعات. أسي الآن أنا عندي معلومات في تجمعات ما دارين أي تجمعات. أنا إحنا القوات دي موجودة وبعدين إحنا خلونا إحنا نشتغل شغل الدولة. ما تتدخلوا في الموضوع ده ما عندكم عين بشوف أضان تسمع. ما تتدخلوا في الموضوع ده لا من بعيد لا من قريب. ما في ذول تكتب لنا أي حماقة عشان يدخلنا تاني في سين وجيم. ما في ذول يمشي على ذول ما في ذول يحتدي على ذول. خلونا إحنا كدولة نشتغل شغلنا. كلام ده يا اخوانا واضح؟ واضح. كلام ده واضح يا جماعه. المطالب حقت الشعب اللي قالت دي زي ما قال الوالي احنا بندرسها. اي حاجه منطقيه احنا دوله شقيقه ودوله جاره. ما خلاص احنا بعد ذاك احنا دي احنا بنراجعها وبنشوف كيف نقدر احنا نراجع. لو مشتركه ما عندنا فايده منها ما عندنا معها مشكله ولكن ده برضه بنرجع للدوله. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. المشتركه هذا المشتركه 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 المشتركه.
حل المشتركة حل المشتركة. الآن انتهاء كلمة السيد النائب الأول رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو. الليلة ما تفضل والله قلت حاجة منشي برصة والله لو نتحاكم نمشي في السودان نمشي فيها والله من درك الليلة باتت.